معنا عبر سكايب من الأحواز للدفاع عن حقوق الإنسان سيد حكيم الكعبي. سيد حكيم أهلا ومرحبا بك. يعني إطلاق نار الآن على المحتجين بشكل مباشر، كذلك يقابله وضع يعني المحتجون وضعوا سواتر ترابية، يعني الحراك على أشده في إيران، يعني إلى أين تتجه الأمور؟ تحياتي لك ولمشاهدين قناة اليمن اليوم. الحقيقة الأمور صعبة جدا في مناطق مريوان، في مناطق مهابات الأمور صعبة جدا. يعني تجينا أفلام اليوم بأن في مجازر ستحدث إذا ما العالم يتحرك، يعني مثل ما تكلم التقرير عن 2019 اللي بدأت من الأحواز بعد استشهاد الشاعر الأحوازي، وارتكب النظام الإيراني بعد قطع الإنترنت مجزرة في مدينة معشور، اليوم يرتكب مجزرة في مهابات. في أصوات كثيرة تهتف بأن كل المدن عليها أن تتحرك كي لا تكون مهابات فريسة للنظام الإيراني. اليوم سمعنا بأن تكون طهران هي من تجي للشارع، الشاب الطهراني الشاب الإصفهاني أن ينزل على الشارع، وشفنا الآن وصلتنا مقاطع فيديو بأن في إصفهان طلعوا الشباب في الشوارع. في مدينة جوان رود، يعني في اليوم الشوارع حاليا بيد الثوار، طيب هذا طيب كلها طيب بيد مساعدة الثوار. مهابة يعني التي نعم، تشهد الآن قمع واضح. حدث ما حدثت نعم نعم مجزرة تسمعني في أستاذ مهابات، حكيم. نتمنى أن يكون حراك دولي لهذه، لا طيب تكون أستاذ مجازر حكيم، كما 2019. نعم يعني أتمنى أنك تسمعني الآن. أنت قلت لابد أن تكون هناك مساعدات مباشرة وعاجلة لمهابة، ومهابة طبعا كما يعرف الجميع الآن تشهد انتهاكات كبيرة وقتل مباشر للمتظاهرين. كيف يمكن مساعدة هذه المنطقة؟ احنا نعرف ان مهابات هي من المدن الحدوديه، يعني في دول كثيره فيها ان تضغط على ايران، مثل الدول الاوروبيه، مثل دول مثل امريكا، فيهم يضغطوا على ايران ويفتحوا مجال. في بعض التنظيمات الكرديه طلبوا بان لا تكون هناك طائرات ايرانيه، واليوم شفنا الطائرات الايرانيه فوق سماء كردستان وفي المناطق اللي فيها مظاهرات. يعني اليوم ايران دخل في حرب ضد شعبه الكردي. الحقيقه دخلت، يعني التصاوير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بان ايران دخل بسلاح حربي، يعني دخل في حرب، وهذا لا تكون منظمات دوليه منظمات حقوق الانسان ان توقف هذه المجزره، بل الدول ان تتدخل قبل لا تحدث طيب مجزره للشعب طيب الكردي طيب في ايران. كانت هناك نداءات يعني أستاذ حكيم، يعني الآن يعني هناك أوامر أو قرارات وصلت إليها السلطات الإيرانية بقتل أو 14,000 أو يعني إذا ما قرب من ذلك العدد، يعني كيف يمكن إنقاذ هؤلاء يعني من هذه القرارات؟ يعني إذا نتكلم على السجناء اللي في سجون النظام الإيراني، الحقيقة أكثر من هذا العدد، لأن النظام الإيراني نتكلم عن الأعداد اللي إحنا كمنظمات حقوق إنسان ننشرها، بس الناس اللي قتلت في الشارع، الناس اللي تقتل ولا تسلم الجثث لأهلها، الناس اللي تعدم خفيا في السجون، هذا عددهم كبير. اليوم فقط المجتمع الدولي اللي يقدر يوقف النظام الإيراني، النظام الإرهابي اللي يقتل شعبه في الشوارع، النظام الإيراني اللي يقطع الإنترنت كي لا تطلع هذه الأصوات، فقط النظام الدولي اللي فيه يوقف هذه المجازر. أمريكا مع ذلك اليوم أستاذ حكيم، يعني بادئة على هذا 400 قتيل الأمر. كما أشارت بعض التقارير، يعني إلى الآن 400 قتيل من المتظاهرين. مع ذلك لم تقف التظاهرات عند حد معين، يعني هل يعني ذلك أننا أمام يعني سيناريو جديد سيقلب الطاولة كما يقال على النظام الإيراني؟ الحقيقة ال 400 شخص اللي قتلوا على يد النظام الإيراني، ال 400 اللي كشفت هويتهم، يعني عدد القتلى أكثر من هذا بكثير. فالنظام الإيراني يواجه ثورة عارمة في كل المدن، يعني بعد كل هذا القتل في الشوارع، اليوم نشوف بأن المدن
اللي ما كانت تقوم مع الثوار اليوم فيها مظاهرات، اليوم الشباب في الشارع، فتتسع المظاهرات في المدن الإيرانية الأخرى. ونشوف اليوم أصفهان، اللي النظام اللي خامنئي قبل كم يوم كان يحمد في أصفهان، اللي شعب أصفهان شعب جيد وعلينا أن ندعم أصفهان. اليوم شفنا أصفهان هو في الشارع وشبابه يهتفون الموت للديكتاتور. فالنظام يعني الإيراني لا الزخم الثوري يمكن أن يبدو أنه يحدد أصاب هذه كل المظاهرات المناطق، كما تتسع في المدن أستاذ الإيرانية. حكيم، يعني أصاب كل المناطق، وبذلك نرى السلطات أو النظام الإيراني يتخبط، حتى يعني قام بدعوى قضائية للمشاهير طبعا من الإعلاميين أو الفنانين وغيره. أشكرك جزيل الشكر نظرا لضيق الوقت، أشكرك على هذه المشاركة الأستاذ حكيم الكعبي، كنت معي عبر سكايب، شكرا.